هيك فجأة كل يلي حواليك صاروا ضدك. آسفة. ايه صح متضايق، بس أكتر حدا ضايقني فيهم هو انتي. ايه انتي شيرلين، هنن بعرف انهم بيكونوا اعدائي، بس انا بعرفك انه معي، ومع هيك كنتي واقفة معهم ضدي. عن جد ما عم صدق، كيف بتقولي لي غلطان قدام الكل؟ انا ما كان بايدي، جبرت على هالشي. لو انه انا دفعت عنك كان كاران بوقتها شك فيني، وهي مصيبة، لهيك ما كان فيني وقف بصفك. انا اسفة. لا تعتذري على شي ما بيفيدني، اصلا كل هذا اللي صار كان بسبب فكرتك اللي مو محسوبة. انا ما بعرف ليش متعلق فيكي وبكلامك لهالدرجه. هي شو ما بتقولي لي انا بعمل فورا وبدون ما افكر. انا لازم بطل اسمع منك، ولازم بعد عن افكارك، دمرتيني. عن جد افكاري ما عاد عجبتك؟ انا كان بدي ساعدك، والمشكله مو بافكاري، القصه انه انت ما بتعرف تنفذ. كلام مظبوط. فاضي، هذا الكلام فاضي. اوعك تحطي الحق علي، لو فكرتك كانت منيحه كنت عرفت تنفذها واكيد كانت نجحت، بس الحق عليكي انت لانه فكرتك ما كانت مدروسه، اصلا ما عندك القدره انك تفكري. من هلا ورايح لا عاد تعذبي حالك بالتفكير، خلي قصص التخطيط علي انا وارتاحي، لا عاد تعطيني افكار. بتريح. شو هلا؟ ما بعرف شو ساوي. انا كان بدي العالم تشك باللي اسمه بريتا وباللي اسمه كاران، بس كل القصه انقلبت علي انا. كان بدي اياهم ينهانوا قدام كل الناس، بس للاسف انا اللي انهنت قدامهم. هلا كيف رح اقدر صلح الموضوع؟ انا حكيت شغلات سيئه وجرحت بريتا قدام عيله اورورا كلياتها، كل الناس بيكونوا كرهوني، انا هيك شوهت صورتي قدام الكل، وهلا لازم لاقي حل. بدي شي طريقه لحتى اقدر صلح كل اللي عملته. ضروري اعمل شي وباسرع وقت لحتى ارجع صلح صورتي قدام العالم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.